السلطان سليم يدخل اسطنبول متخفيا. حكم السلطان سليم الأول الملقب بياووز 8 سنوات فقط، ولكنه حقق في هذه السنوات الثمانية من الأعمال ما لا تسعها أضعاف هذه السنوات. عندما رجع هذا السلطان من حملته المشهورة على مصر والتي ألحق فيها للدولة العثمانية سوريا وفلسطين وشمالي العراق والحجاز ومصر، واستلم فيها الخلافة أيضا، عندما رجع متوجها إلى عاصمته اسطنبول واقترب منها، علم أن أهالي اسطنبول سمعوا بقدومه وأنه أصبح على مقربة من العاصمة، لذا فإنهم يخرجون كل يوم ويملؤون الشوارع انتظارا لقدومه ولرؤيته وللاحتفال به والهتاف لحياته بعد أن تكللت حملته بهذه السلسلة الباهرة من الانتصارات. ضاق صدر السلطان بما سمع، فأمر الجيش أن يعسكر في القسم الآسيوي وأن لا يدخل إلى مدينة اسطنبول حيث كانت في القسم الأوروبي حتى إصدار أمره بذلك. احتار الوزراء والقواد والجنود ولم يعرفوا سبب هذا الأمر والداعي إليه، ولم يجد أحد في نفسه الجرأة لسؤال السلطان عن معنى ومغزى هذا الأمر الذي نفذوه فورا، فهم في النهار وليس أمامهم للوصول إلى اسطنبول إلا ساعة أو ساعتين، فلما هذا التأخير؟ والجميع في شوق إلى بيته وإلى أولاده وزوجته، ولما هذا التأخير؟ وهل اسطنبول تنتظر قدوم السلطان على أحر من الجمر وقد احتشدت في الشوارع والساحات للاحتفال به وبجيشه المنتصر وللهتاف بحياته والدعاء له؟ انتظر الجيش والقواد على مضض، والكل يأمل أن يغير السلطان رأسه فيسمح لهم بدخول اسطنبول، ولكن الساعات مضت وبدأت الشمس تميل للغروب وليس هناك من إشارة إلى تبديل رأي السلطان، ولكن من يستطيع أن يكلم السلطان؟ تشاور الوزراء والقواد حول هذا الأمر فلم يجدوا أفضل من العالم ابن الكمال الذي كان السلطان يحترمه ويوقره جدا ويحبه. كلموا ابن الكمال فقبل ذلك وأخذ على عاتقه مراجعة السلطان في الأمر. استأذن ابن الكمال في الدخول على السلطان فأذن له، ولما مثل بين يديه قال للسلطان: عندي ما أقوله لكم أيها السلطان. هات ما عندك يا ابن الكمال. إن جنودك يا مولاي في حيرة وهم يتساءلون لماذا لا يدخل السلطان إلى اسطنبول مع أن أهاليها ينتظرونه هناك في شوق لكي يهتفوا بحياته ويحتفلوا بقدومه وبقدوم جيشه المنتصر. فأجابه السلطان سليم هذا الجواب الرائع الذي حفظه التاريخ: ألم تعرفني بعد يا ابن الكمال؟ إننا لم نحارب من أجل الشهرة والمجد أو من أجل الحصول على الهتاف بحياتي، لم نحارب إلا في سبيل الله تعالى ومن أجل الحصول على رضاه. وعندما أقبل المساء أمر الجيش بدخول المدينة، وركب السلطان زورقا مع بعض حراسه ودخل المدينة وتوجه إلى قصره دون أن يعلم أحد من أهالي اسطنبول بقدومه.